المشاركون في قمة نواكشوط يعربون في بيانهم الختامي عن ارتياحهم للانطلاقة الرسمية لقيام تحالف من أجل الساحل، ويدعون لتقديم الدعم لهذا التحالف. رئيس الجمهورية يجدد في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي ورئيس الحكومة الإسبانية الدعوة للإلغاء النهائي للمديونيات لدول الساحل الخمس. وزارة الصحة تعلن عدم تسجيل أي حالة وفاة وشفاء 55 مصابا وتسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا. مشاهدينا الكرام، لمحاصرة الجائحة الزموا بيوتكم ونحن نرافقكم بالمعلومات والخبر. رحبوا معي بالزميل سلمى الحميد الذي سيشاركنا في لغة الإشارة طيلة هذه النشرة. الآن نفتح ملف قمة مجموعة دول الساحل الخمسة التي اختتمت أمس بالعاصمة نواكشوط، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. شكر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني ضيوف موريتانيا ورؤساء دول الساحل وقادة وممثلي تحالف الداعم له المشاركين في قمة نواكشوط لمتابعة خريطة طريق بو، مثمنا ما طبع القمة من روح التشاور وعمق الصراحة. جاء ذلك في تغريدة لرئيس الجمهورية على موقع تويتر. أشكر ضيوفنا الكرام رؤساء دول الساحل وقادة وممثلي تحالف الداعم له، وأثمن ما طبع قمة نواكشوط المنعقدة في هذه اللحظة الدولية الفارقة من روح التشاور وعمق الصراحة في الجلسات المغلقة، سعياً إلى تجسيد الأمن وتعزيز التنمية في دول المنطقة. ودع رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني صباح اليوم بمطار إمة تونس الدولي نظيره المالي زائر السيد إبراهيم بوبكر كيتا الذي شارك في قمة نواكشوط حول متابعة تنفيذ التزامات قمة بو الفرنسية التي أنهت أشغالها أمس في نواكشوط. وكان رئيس الجمهورية مرفوقا لدى مراسم التوديع بالوزير الأول السيد إسماعيل والبدو الشيخ سيدياه والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء العدل وشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج والدفاع الوطني الداخلية والمركزية ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية وولي نواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط. كما ودع رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني صباح اليوم بمطار إمة تونس الدولي نظيره التشادي السيد إدريس ديبي إيتينو لدى مغادرته العاصمة بعد المشاركة في قمة نواكشوط حول متابعة تنفيذ التزامات قمة بو الفرنسية التي أنهت أشغالها أمس. وكان رئيس الجمهورية مرفوقا لدى مراسم التوديع بالوزير الأول السيد إسماعيل والبدو الشيخ سيدياه والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء العدل وشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج والدفاع الوطني والداخلية والمركزية ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط.
وودع رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني كذلك صباح اليوم بمطار متونسي الدولي نظيره النيجيري الزائر السيد إيسوف محمدو الذي شارك في قمة نواكشوط حول متابعة خارطة التزامات قمة بول الفرنسية التي أنهت أشغالها أمس في العاصمة نواكشوط. وكان رئيس الجمهورية مرفوقا لدى مراسم التوديع بالوزير الأول السيد إسماعيل بودة الشيخ سيدياء والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء العدل وشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج والدفاع الوطني والداخلية والمركزية ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط. وبعد وداع الرئيس النيجيري لوفدنا الرسمي ودع رئيس الجمهورية الوفد المرافقة للرئيس النيجيري. غادر رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون نواكشوط مساء أمس بعد مشاركته في قمة نواكشوط لمتابعة خارطة طريق قمة بو. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني على رأس مودعي الرئيس الفرنسي في مطار نواكشوط الدولي متونسي محاطا بالوزير الأول السيد إسماعيل بودة الشيخ سيدية والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء العدل والدفاع الوطني والداخلية والمركزية ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية وسفيري البلدين ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط. كما غادر رئيس الحكومة الإسبانية سيد بيدرو سانشيز نواكشوط مساء أمس بعد أن شارك في قمة نواكشوط لمتابعة خارطة طريق قمة بو. وكان رئيس الجمهورية سيد محمد ول الشيخ الغزواني على رأس مودعي رئيس الحكومة الإسبانية في مطار نواكشوط الدولي متونسي محاطا بالوزير الأول سيد إسماعيل بودة الشيخ سيدية والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء العدل والدفاع الوطني والداخلية والمركزية ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط. بدوره غادر السيد روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو نواكشوط مساء أمس بعد أن شارك في قمة نواكشوط لمتابعة خارطة طريق قمة بو. وكان في وداع الرئيس البوركينابي في مطار نواكشوط الدولي متونسي الوزير الأول سيد إسماعيل بودة الشيخ سيدية مصحوبا بوزيري العدل والداخلية والمركزية والوزير الأمين العام للحكومة ومدير ديوان الوزير الأول ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط. أعرب رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل وفرنسا عن ارتياحهم للانطلاقة الرسمية لقيام تحالف من أجل الساحل داعين لتقديم الدعم لهذا التحالف وتحديد بنيته وأدوات إدارته بالتعاون الوثيق مع الأمانة التنفيذية لمجموعة الخمس في الساحل. تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني الرئيس الدولي لمجموعة الخمس في الساحل، احتضنت العاصمة نواكشوط إشغال قمة التحالف في الساحل بحضور رؤساء البلدان الأعضاء في المجموعة وفرنسا،
وبعض الممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية من أجل استعراض ما تم تنفيذه من بنود خريطة الطريق المتفق عليها خلال قمة بو بفرنسا وتقييم الوضعية في الساحل. القمة الحالية التي تأتي في سياق دولي يشهد تطورات كبيرة خاصة فيما يتعلق بتصاعد الهجمات الإرهابية في الساحل وتدهور الوضع الأمني في ليبيا وتفشي جائحة كوفيد-19، مثلت مرحلة جديدة لمتابعة الالتزامات المشتركة التي تم التعهد بها خلال قمة بو في فرنسا، مما يؤكد أن التنظيم المادي لهذه القمة في مثل هذه الظروف يمثل دليلا على الصرامة في مواجهة الأزمة بشكل غير مسبوق، مع التأكيد على الإرادة لبذل كل الوسائل الضرورية للقضاء نهائيا على هذا الداء. وعبر رؤساء الدول عن تضامنهم مع العائلات المفجوعة وتمنياتهم بالشفاء العاجل لكل المصابين، متوجهين بالشكر لكافة الشركاء الذين أبدوا استعدادا لدعم خطة محاربة الجائحة التي وضعتها دول مجموعة الخمس في الساحل، مجددين الدعوة لإلغاء المديونية الخارجية لهذه البلدان وفقا لما تضمنه إعلان نواكشوط حول جائحة كوفيد-19 المنبثق عن الدورة الطارئة لمؤتمر رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل المنعقد في 27 إبريل 2020. وثمن الرؤساء الجهود التي بذلها الفاعلون سواء من البلدان الأعضاء أو من الشركاء الدوليين، معربين عن حزنهم لضحايا النزاعات من مدنيين وعسكريين. كما ذكر رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل بأن التجاوزات المحتملة من طرف قوات الدفاع وقوات الأمن ستكون محل تحقيقات، وفي حال ثبوتها ستعرض المتورطين فيها لعقوبات صارمة. كما أعرب رؤساء الدول عن ارتياحهم للانطلاقة الرسمية لقيام تحالف من أجل الساحل في 28 إبريل الماضي خلال مؤتمر عبر الفيديو بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة الخمس في الساحل والاجتماع الوزاري لهذا التحالف في 12 يونيو 2020، وحيوا مشاركة جميع شركاء مجموعة الخمس في الساحل في هذا الاجتماع، داعين إلى دعم التحالف وتحديد بنيته وأدوات إدارته بالتعاون الوثيق مع الأمانة التنفيذية لمجموعة الخمس في الساحل. وفي مجال مواصلة الحرب على الإرهاب، حيا رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل تعبئة أفراد القوة الإضافية وقوة برخان خلال الشهور الستة المنصرمة وتفعيل آلية القيادة المشتركة، معربين عن ارتياحهم لإيقاف العمليات المدعومة في منطقة الحدود الثلاثة والنجاحات المسجلة من طرف القوات الوطنية والقوة المشتركة والقوات الدولية والعمليات النوعية التي تم تنفيذها في البلدان ضد الجماعات المسلحة. رؤساء الدول رحبوا كذلك بمصادقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على خطة دعم ذات أولوية للقضاء على الإرهاب في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مشجعين تنفيذها الفعلي. كما رحبوا بالتشاور بين الجهات المعنية، مذمنين الدعم المقدم لمالي وبوركينا فاسو والنيجر من أجل المشاركة في تأمين منطقة الحدود الثالثة، رغم تسجيلهم لاستمرار جبهة ثانية في منطقة بحيرة تشاد وتزايد القدرات المحلية للإرهابيين بما يهدد النتائج التي سجلت خلال عملية غضب بوما، إضافة لتوسع تهديد الإرهاب نحو كوت ديفوار بعد الهجوم الأخير على حامية إيفوارية في كافولو، معبرين عن انشغالهم بتوسع الإرهاب في شبه المنطقة. وسجل الرؤساء ارتياحهم للتنشيط التدريجي لإطار تبادل المعلومات وتحليلها واستغلالها المنسق من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على منصات التعاون الوطني في المجال الأمني. وفي مجال تعزيز القدرات العسكرية للدول، رحب الرؤساء بالتزام الاتحاد الأوروبي وبدوره الفاعل في المجال الاستشاري والتكوين والتجهيز والبنى التحتية من أجل الأمن والاستقرار، كما رحبوا بالتزام ودعم مختلف الشركاء وركزوا على ضرورة مواصلة الجهود الحثيثة لتجهيز قوات الدفاع والأمن للدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل والقوة المشتركة.
وفي مجال عودة الدولة والإدارات في المناطق الهشة، أخذ الرؤساء علما بإعادة الانتشار التدريجي للإدارات وعودة عدد من الذين أجبروا على ترك بلداتهم إلى بلداتهم الأصلية في إطار عمليات تأمين المجموعات، ولاحظوا الحاجة لبذل المزيد من الجهود ليس فقط من أجل العودة الفعلية للسكان، ولكن أيضا لتنفيذ برامج تنموية أعاقها انتشار وباء كورونا، وهو ما يقتضي أهمية القيام بمبادرات على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي في أسرع وقت من أجل الحوار بين المجموعات والمصالحات ومعالجة المسائل الجوهرية حول تقاسم الموارد، وخاصة ما يتعلق بالنزاعات العقارية. وأكد الرؤساء دعمهم للالتزام الأوروبي المستمر ومتعدد الجوانب من خلال بعثات تعزيز القدرات لقوات الأمن الداخلية بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، خاصة مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مؤكدين على أن هذا الالتزام يجب أن يدعم بالنسبة لجميع دول مجموعة الخمس في الساحل. وحول مواصلة تعبئة الموارد من أجل تنمية فضاء مجموعة الخمس في الساحل، وبعد الاطلاع على حصيلة تعبئة الموارد لصالح برنامج الاستثمارات ذات الأولوية لمجموعة الخمس في الساحل، لاحظ القادة أنه بالرغم من الجهود التي تم بذلها من طرف مختلف الشركاء، فإن مستوى هذه التعبئة ما زال بعيدا مما كان منتظرا في مجمل مناطق الساحل، داعين إلى مواصلة الجهود من طرف مختلف الشركاء، ودعوة الذين تعهدوا إلى الوفاء بالتزاماتهم في نواكشوط في السادس من دجنبر 2018. وأعرب الرؤساء عن ارتياحهم لوضع مقاربة إقليمية مندمجة مع إطار الأنشطة ذات الأولوية المدمجة لمجموعة الخمس في الساحل المصادق عليها خلال قمة فبراير 2020 في نواكشوط، داعين إلى تنفيذها. كما أعربوا عن ارتياحهم للديناميكية الجديدة التي حفزها انعقاد الجمعية العامة لتحالف الساحل في 25 من فبراير 2020 بنواكشوط، ورحبوا بمواصلة تنفيذ مشاريع البرنامج التنموي المستعجل من طرف تحالف الساحل. وبما أن الأزمة في بلدان الساحل تكمن في مشاكل تنموية، رحب الرؤساء بانعقاد اجتماع الوزراء المكلفين بالتنمية في الدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل في 16 من يونيو 2020، والذي عكف على تنفيذ برنامج الاستثمارات. وأمر الرؤساء الوزراء المعنيين بتسريع تنفيذ هذه البرامج بالتنسيق مع شركاء مجموعة الخمس في الساحل، معربين عن ارتياحهم للديناميكية الإيجابية، مشددين على الحاجة لتكثيف محاربة الجماعات الإرهابية على جميع الجبهات الوطنية والدولية، داعين لمواصلة تنفيذ خريطة طريق بو وخطة عمل القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل، مجددين التزامهم بعدم التسامح مع أي خرق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعهدوا بالعمل على احترام حقوق الإنسان وإضفاء الصبغة القانونية في مجالات العمليات في ساحات القتال، خاصة من خلال تعزيز المكونة القانونية للجيوش الوطنية والقوة المشتركة، وانخراط جميع قوات الدفاع والأمن في إطار التطابق مع حقوق الإنسان. وناشد رؤساء دول المجموعة المنظومة الدولية بتوفير دعم عسكري أكثر لمحاربة شاملة للإرهاب في منطقة الساحل، معبرين عن شكرهم للدعم الذي قدمته فرنسا والولايات المتحدة وما قدمته من اسم لصالح القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل، مرحبين باحتمال نشر أول طلائع من قوات تاكوبا في صيف 2022 وفرقة من بريطانيا لدعم مينسما في 2020 ولواء من 3000 جندي من الاتحاد الإفريقي، كما رحبوا بتجديد مأمورية مينسما، وإيمانا منهم بأن عمل القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل يدخل في إطار عمل مستقبلي طويل الأمد لمحاربة الإرهاب في الساحل. رحب الرؤساء بمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة ودعمه، وجددوا طلب التمويل الدائم للقوة المشتركة ووضعها ضمن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفي انتظار ذلك حيوا الدعم اللوجستي المقدم من طرف مينسما في إطار آلية التمويل المنسق من طرف الاتحاد الأوروبي، مطالبين بمساهمة جديدة لتعزيز القوات المسلحة الوطنية والإقليمية لمجموعة الخمس في الساحل لتكون مستقلة وتتعزز سيطرتها على الوضع.
وجدد رؤساء الدول دعمهم لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسلسل الجزائر المتعلق بالجانب الأمني، وأعربوا عن ارتياحهم لعملية الاندماج وعودة الوحدات الأولى من القوات المالية المعاد تشكيلها إلى الشمال والتي لم تستكمل بعد في كيدال. وفيما يتعلق بالجوانب السياسية والمؤسسية والتنموية، لاحظ الرؤساء التقدم الملحوظ وغير الكافي، داعين إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود من قبل مختلف الأطراف، مرحبين بمبادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بإيفاد بعثة وزارية إلى مالي لإيجاد مخرج سلمي للوضعية المقلقة. كما شجع الرؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على مواصلة الجهود للوصول إلى تهدئة اجتماعية ضرورية لتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الإرهاب. وسجل الرؤساء بارتياح الديناميكية الإيجابية لمجموعة الخمس في الساحل في تنفيذ استراتيجية التنمية والأمن وآفاق مستقبل إصلاح الأمانة التنفيذية للمجموعة في 2020. وعبر الرؤساء عن عميق امتنانهم لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني وللحكومة والشعب الموريتانيين على الضيافة الكريمة والاستقبال الإفريقي الأصيل والعناية الفائقة التي أحيطوا بها طيلة مقامهم في نواكشوط، معبرين لسيادة الرئيس عن أحر تهانئهم على ما اتخذه من إجراءات محكمة لحماية صحة المشاركين ووقايتهم من وباء كوفيد-19. وفي الأخير، تقرر انعقاد القمة المقبلة خلال سنة 2021 في إحدى دول مجموعة الخمس في الساحل مع إشراك التحالف من أجل الساحل، كما سيتم إشراك وزراء التنمية بمتابعة الالتزامات إلى جانب وزراء الخارجية والدفاع. عقد رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني مساء أمس بقصر المؤتمرات المرابطون مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيري الفرنسي ورئيس الحكومة الإسبانية، تطرق فيه لنتائج قمة نواكشوط حول متابعة تنفيذ التزامات قمة بو قبل 6 أشهر. توجت أعمال قمة دول الساحل التي التأمت في نواكشوط بعقد رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الفرنسي ورئيس الحكومة الإسبانية، تطرقوا فيه لنتائج قمة نواكشوط حول متابعة تنفيذ التزامات قمة بو قبل 6 أشهر. وجدد رئيس الجمهورية خلال هذا المؤتمر الصحفي باسم مجموعة دول الساحل الخمس الدعوة للإلغاء النهائي لمديونية هذه الدول التي تعاني صعوبات جمة، منها الإرهاب والتهديد الأمني والبنى التحتية الهشة والتأثيرات الكارثية لفيروس كورونا المستجد. وقال رئيس الجمهورية إن هذه الدول وإن كانت نظرت بكثير من الارتياح إلى تأجيل سداد فوائد الديون ودفع خدمة الدين الذي تقرر على مستوى مجموعة 20، فإنها تعتقد أن ذلك لا يقدم حلولا ناجعة لمشاكل التنمية في هذه الدول التي لا تجد أفضل من الإلغاء النهائي لهذه الديون لتتمكن من توجيه مواردها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. ودعا رئيس الجمهورية إلى عقد قمة دولية حول الديون لحسم الكثير من الإشكاليات التي تحيط بهذا الملف. كما دعا رئيس الجمهورية شركاء الدوليين إلى التزام صريح وقوي إزاء دول الساحل من أجل إيجاد حلول مناسبة ودائمة لمواجهة الإشكاليات المطروحة. وقال إن قضية الديون هي قضية أساسية بالنسبة للدول الإفريقية ودول الساحل خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الذي فاقم الوضع الاقتصادي الهش أصلا. من جانبه، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقارنة التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل بالتدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان، لكنه قال إنه لا يمكنه تحديد سقف زمني للتدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل. واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التدخل العسكري الفرنسي في الساحل مختلف عن التدخلات الأخرى في مناطق أخرى من العالم، لأنه جاء بطلب من دول ذات سيادة تعاني من اعتداءات إرهابية. فلم تكن فرنسا لتتدخل سنة 2013 في عملية صرفال في عهد الرئيس السابق هولاند بدون طلب من الدولة المالية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا،
إذن نحن هنا لمحاربة الإرهاب إلى جانب دول ذات السيادة ولها قواتها المسلحة، يضيف ماكرون. وأوضح أن فرنسا ستقوم بتقييم تدخلها العسكري في العام 2021 بناء على معيارين: الأول طلب الدول، والثاني هو فائدة وفعالية التدخل. أما رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز فجدد خلال المؤتمر الصحفي التزام إسبانيا ووقوفها إلى جانب الدول الساحل باعتبارها الأقرب جغرافيا لهذه المنطقة، وعبر عن تضامن إسبانيا مع دول الساحل في وجه فيروس كورونا المستجد وجميع المخاطر المحدقة بالمنطقة. عبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن سعادته بوجوده في نواكشوط وفاء بالتزام قمة بو المتعلق بالوقوف خلال 6 أشهر على ما تم إنجازه. وفيما يلي تصريح الرئيس الفرنسي: سعيد بوجودي في نواكشوط في هذا اليوم وضمن أول سفر لي خارج أوروبا منذ بداية كوفيد-19 من أجل الوفاء بالالتزام الذي أخذناه في قمة بو المتعلق بالوقوف خلال 6 أشهر على ما تم إنجازه. كما أن وجودي هنا اليوم يأتي في إطار الالتزام التضامني تجاه القارة الإفريقية والساحل وموريتانيا في مواجهة كوفيد. كما تعلمون فإن فرنسا أعلنت منذ بداية مارس الماضي عن رغبتها في إطلاق مبادرة ضمن مجموعة 20 لإقناع شركائها بالتضامن مع إفريقيا، وهي المبادرة التي تم تبنيها من طرف العديد من أصدقائنا وخصوصا الرئيس الموريتاني، كما ناقشنا الأمر مع مكتب الاتحاد الإفريقي. ومكنت المبادرة مجموعة الدول 20 من تعزيز العمل في المجال الصحي لصالح إفريقيا لتمكينها من الاستفادة من الفحوص والعلاج في حالة تم التوصل إليه وتحسين الصحة في مجال الأم والطفل. كما تم طرح مبادرة غير مسبوقة لإلغاء الدين الإفريقي لمجموعة 20 والتوصل إلى اتفاق لإعادة جدولته وفوائده لأول مرة بالنسبة لمجموعة 5 بالساحل، مما يشكل إنجازا نعمل اليوم على تعضيده. ويشكل وجود اليوم تعبيرا عن التضامن مع القارة في مواجهة الإرهاب، حيث تضررت المنطقة من العمليات الإرهابية التي ما زالت متواصلة، مما يبرر وجود القوات الفرنسية إلى جانب قوات دولية أخرى في منطقة الساحل وبطلب منها. وسنقوم اليوم بتقييم مدى التقدم الحاصل في نتائج قمة بو، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات قوة الساحل وعودة الدول إلى المناطق التي كانت غائبة عنها. كما سنقف في مجال التنمية على البرامج التي نرغب في إقامتها بالتعاون مع تحالف الساحل. لقد حققنا خلال الأشهر الماضية تقدما هاما في مجال محاربة الإرهاب، خصوصا ضد قادة خطيرين للجماعات الإرهابية ألحقوا ضررا كبيرا بالمدنيين، وذلك بفعل تحسين التنسيق وتبادل المعلومات والقدرات العسكرية الميدانية. إن وجودنا هنا اليوم يأتي لتعزيز هذه المكتسبات ويمثل تعبيرا من فرنسا عن رسالة تضامن والتزام في مواجهة كوفيد-19، أولا ضد الإرهاب، ثانيا كما هو تعبير عن مسار فرنسي اتخذناه من السنوات الثلاث الماضية، يقضي بأنه كلما التزمت فرنسا فإن ذلك يعني التزام أوروبا، حيث سيكون إلى جانبنا في هذه القمة رئيس الوزراء الإسباني، إضافة إلى المستشارة الألمانية ورئيس المجلس الإيطالي ورئيس المفوضية الأوروبية عبر الفيديو، مما يؤكد إرادتنا في جعل محاربة الإرهاب في الساحل قضية أوروبية وتعبيرا عن التضامن الأوروبي مع القارة. ويشكل وجودي هنا اليوم تعبيرا ملموسا عن الوقوف إلى جانب أصدقائنا في موريتانيا والساحل في مواجهة وباء كورونا الذي ضرب المنطقة بقوة. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة لكن بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد. أصدر الوزير الأول مقررا يقضي بتعيين رئيس للسلطة الوطنية للحماية من الإشعاع وللأمن والسلامة النووية، ويتعلق الأمر بالسيد إسحاق محمد موسى. وجاء في المقرر أن الوزير الأول بعد الاطلاع على دستور 20 يوليو 1991، المراجع سنوات 2006 و2012 و2017 المرسوم رقم 082/2010 الصادر بتاريخ 30 مارس 2010، المحدد لتنظيم وسير عمل السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع وللأمن والسلامة النووية، المعدل بالمرسوم رقم 202/2011 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2011، المرسوم رقم 157/2007 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء وصلاحيات الوزير الأول والوزراء، المرسوم رقم 18/18/2008 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2008 المتضمن تنظيم مصالح الوزير الأول، المرسوم رقم 334/2019 الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2019 المتضمن تعيين الوزير الأول. يقرر المادة الأولى يعين اعتبارا من فاتح يوليو 2020 السيد إسحاق محمد موسى رئيسا للسلطة الوطنية للحماية من الإشعاع وللأمن والسلامة النووية. المادة الثانية ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية إسماعيل والبدة والشيخ سيدي. خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة السيد جدو والناجي منابة رئيس اللجنة لمناقشة مشروعي قانونين يعدل أحدهما ويكمل بعض أحكام القانون رقم 21/2010 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2010 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، ويتعلق الثاني بمنع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا. كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع بعض أحكام مشروع القانون الذي يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل الدكتور حيمود ورمضان، وأبرز فيه البنود الأساسية لمشاريع القوانين مؤكدا أهميتها في منع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والمهاجرين وفي تنظيم مهنة المحاماة. عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعي اليوم في نواكشوط برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة رئيس اللجنة، واستعرض السيد الوزير الوضعيات الدولية والوطنية لجائحة كورونا، مضيفا أن قمة مجموعة الساحل ناقشت الوضعية الوبائية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. خصص هذا الاجتماع الأسبوعي للجنة اليقظة الاجتماعية لتقييم الوضعية الوطنية والدولية لجائحة كورونا. رئيس اللجنة وزير الاقتصاد والصناعة السيد عزيز الداهي استعرض الوضعية الدولية والوطنية للجائحة، مشيرا إلى أنها خلفت على المستوى الدولي أكثر من 10 ملايين مصاب وأكثر من 500,000 وفاة، وعلى المستوى المحلي تجاوزت 4,000 مصاب والوفيات تجاوزت 100، كما أنها تسببت في تراجع انخفاض على مستوى النمو إلى 4.9، وهذا يزيد ب 1.9 على توقعات أبريل 2020. وأضاف الوزير أن قمة مجموعة الساحل برئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني قد ناقشت الوضعية الوبائية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. بدوره قدم المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر السيد محمد محمود البعسرية عرضا تمحور حول التعريف بالمندوبية وعن دورها، كما شرح مضامين خطة التضامن الوطني لمكافحة التهميش، وأشاد بمستوى تقدم الإجراءات من حيث عمليات التوزيع التي استفادت منها 10,000 العائلات على مستوى نواكشوط، وتوزيع مبالغ مالية على 1,000 الأسر في الولايات الداخلية. كما استعرض الإنجازات التي قامت بها المندوبية خلال شهر رمضان عبر برنامج أمل، موضحا ما تنوي القيام به مستقبلا. أما رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين وللشيخ أحمد، فقد قدم عرضا حول السياق العام لتأثيرات كوفيد-19 على القطاع الخاص، مبرزا خطة لدعمه ومواكبته. وفي إطار استعراضه لتأثيرات الجائحة على هذا القطاع، أوضح أنه شهد هبوطا على مستوى التشغيل والإنتاجية مما تسبب في تراجع للدخل.
يشار إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية تضم وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والتجارة والسياحة والتجهيز والنقل والتنمية الريفية والوزير المنتدب المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين. أشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري صباح أمس في مدينة نواذيبو على عملية تسليم الكميات المخصصة من الأسماك الطازجة لصالح المواطنين بولاية دغرة نواذيبو في إطار المرحلة الثانية من التوزيعات المجانية، وتبلغ هذه الكمية 50 طنا موزعة على مختلف مقاطعات الولاية ضمن المجهود الوطني للتخفيف من تأثيرات فيروس كوفيد 19. ضمن المرحلة الثانية من عملية التوزيعات المجانية للأسماك، ولاية دغرة نواذيبو تستفيد من كميات معتبرة لصالح الفئات الأكثر هشاشة على مستوى مقاطعتي نواذيبو والشامي. عملية تسليم الكميات من الأسماك الطازجة المخصصة للتوزيع أشرف عليها وزير الصيد والاقتصاد البحري سيد الناني والشروقة في إطار تنفيذ رزمة الإجراءات التي أطلقت السلطات العليا في البلد لمؤازرة المواطنين بصفة عامة وأصحاب الدخل المحدود في ظل تبعات التدابير والإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا. وهذا يدخل في إطار مساعدة المواطنين اللي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني، ياك يعاون المواطنين قدام هذه الجائحة اللي أثرت على اقتصادهم، ولها إن شاء الله توزع عليهم. وهذه المناسبة أيضا شاكرين اتحادية الصيد اللي تبرعت بهذه الكميات على المستوى الوطني كامل، وراجين إن شاء الله أنها تعود عندها مردودية على السكان أنهم يجبروها إن شاء الله بعدالة. كميات الأسماك الموزعة مجانا لصالح الساكنة ومن بينها 50 طنا على مستوى نواذيبو مقدمة من طرف الفاعلين في قطاع الصيد البحري مساهمة في المجهود الوطني للتخفيف من تبعات فيروس كوفيد 19. احنا اليوم في العملية الثانية من توزيع الأسماك اللي متبرع بها هذا القطاع، اللي هو في إطار مكافحة الآثار السلبية لهذه الجائحة اللي هي اللي مر بها بلدنا العزيز، والبالغة 1000 طن، وخصوصا احنا هون في تسليم للجهات الاداريه حصه داخل ولايه داخلة نواذيبو من الكميه من الاسماك المعتبره والجيده اللي راجين ان شاء الله انها توصل اللي محتاجين لها في هذه المدينه العزيزه ومختلف ربوع هذه الولايه. وكان وزير الصيد والاقتصاد البحري رفقة والي دغرة نواذيبو قد عقد قبل ذلك اجتماعا موسعا بقاعة الولاية مع أعضاء اللجنة المكلفة بمخزونات التموين من الأسماك والبالغ 10,000 طن. وقد شكل اللقاء فرصة لتقييم عمل اللجنة وما استطاعت القيام به من جمع وتحويل ونقل الأسماك الطازجة إلى باقي ولايات الوطن. بدورها المداخلات أكدت أهمية هذه العملية الطوعية التي تستهدف توزيع الأسماك على المواطنين عبر برنامج يتضمن 3 مراحل في إطار التخفيف من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد. خلال جولته التفقدية التي قام بها لبعض الولايات الداخلية، أدى وزير التجهيز والنقل زيارة لبعض الأشغال التي يشرف قطاعه على إنجازها في ولاية الحوض الشرقي، وحث الوزير القائمين على هذه المشاريع بتسريع وتيرة العمل لإنهائها قبل دخول موسم الأمطار، مشددا على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة في هذا الصدد. تنفيذا للاستراتيجية الوطنية الهادفة لتقريب الخدمة من المواطن، يواصل وزير التجهيز والنقل محمد أحمد محيميد جولته في يومها الرابع للاطلاع على الأعمال المنجزة على الشبكة الطرقية في ولاية الحوض الشرقي، حيث عاين تقدم الأشغال على طريق النعم باسكن فصالة والتي تعتبر ذات حيوية اقتصادية مهمة، قبل الوقوف على ما أنجز في سد الكراع الأخضر والذي تضرر نتيجة السيول التي اجتاحت المنطقة السنوات الماضية. جينا اليوم لولاية الحوض الشرقي في نهاية زيارة قمنا بها مجموعة من ولايات الوطن، ومكنتنا هذه الزيارة من أن نطلع عن قرب على تقدم الأعمال في طريق باسكن وفصالة
اللي يربط دولتنا بدولة مالي الشقيقة. وشفنا اليوم الحمد لله لأنه العمل في هذا المشروع مشى بوتيرة متسارعة، اللي الحمد لله اكتملت بنسبة إنجاز وصلت 90% وراجعين إن شاء الله على أن هذه الوتيرة التواصل إياك المشروع يتم بشكل كامل قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل. المحطة الثانية من هذه الزيارة كانت اطلاعنا على الحاجز الرملي اللي حامي مدينة باسكنو. والمحطة الثالثة في هذه الزيارة هي المحطة اللي احنا فيها اليوم، هذا الجسر الكبير والهام اللي في قرية المدروم واللي يسمى جسر الكراع الأخضر. هذا الجسر انقطع به الفيضانات السنة الماضية والله السنة اللي قبلها، وبدأت الأشغال فيه في إطار تهيئة مواجهة أي فيضان محتمل خلال موسم الخريف الجاري. أيضا مكنتنا الزيارة بأن نطلع على تقدم الأشغال في طريق النعمة الشميم. التحسينات التي شهدها جسر كراع الأخضر ستمكنه من تجاوز موسم الخريف وتحمل الضغط الذي ستولده حركية الأشخاص والبضائع. أظهرت الدراسة احتياج زيادة عدد الغرف بخمس غرف، والآن الأشغال جارية من أجل تدعيم الجسر من الطرفين. طول الجسر يبلغ 78 متر من الخرسانة المسلحة، أما طوله مع التربة المدعمة يبلغ قرابة 200 متر. عمدة بلدية المبروك المحاذية للجسر أكد أهميته في حياة السكان من الناحيتين الزراعية والتجارية، مذمنا سرعة الأعمال فيه. هذا إنجاز احنا نعتبره من أكبر إنجازات اللي كنا نلودوله لنا عدة سنوات، بأن هاي طريق مهمة وجسر مهم رابط بين عدة بلديات، أنه الحمد لله عنده حراك اقتصادي ونتيجة زراعية على البلد وعلى جميع البلديات اللي طرف في المنطقة اللي هي. فك العزلة عن المناطق الواقعة على خط الأمطار الموسمية عبر تجهيز البنى التحتية الطرقية أمر سيعود بمردودية اقتصادية وتنموية على القاطنين فيها، ما يعكس الاهتمام الكبير من قبل الحكومة لترقيتها. أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صباح اليوم بكلية الأداب والعلوم الإنسانية على حفل تسلم 10,000 كمامة هدية من منظمة نسيم للعمل الثقافي والاجتماعي، وذلك لصالح الطاقم التربوي والإداري بجامعة نواكشوط العصرية. تأتي هذه الهدية مع الاستئناف الجزئي للدراسة على مستوى أقسام الماستر والدكتوراه بجامعة نواكشوط العصرية، وذلك لوقاية الطلبة من جائحة كورونا. هنا بمباني كلية الآداب والعلوم الإنسانية إحدى كليات جامعة نواكشوط العصرية، وعلى مشارف الاستئناف الجزئي للدراسة بمختلف كليات هذه الجامعة، وهو الاستئناف الخاص بالطلاب الباحثين على مستوى الماستر والدكتوراه، قامت منظمة نسيم للعمل الثقافي والاجتماعي بتسليم هدية مكونة من 10,000 كمامة، وذلك لصالح الطلاب والطاقم التربوي والإداري بجامعة نواكشوط العصرية، ضمن مساعي هذه المنظمة إلى المساهمة في الجهود الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كوفيد-19. التعايش مع هذا الوباء يتطلب من الصرامة في توجيهات المنظمة الدولية للصحة ووزارة الصحة على المستوى الوطني في حماية الطاقم التدريسي والطاقم الإداري والطلاب والعاملين في الحق الكل. يعني لابد من مواصلة العمل ومواصلة الإنتاج ومواصلة البناء، لأن هذه ضروريات الحياة اللي لابد منها. وأشكر جزيل الشكر المنظمة الخيرية نسيم. اليوم التطورات على الميدان الصحي على المستوى العالمي ما زال تزايد في المصابين من كورونا، لأنه تجاوز 10 ملايين، ولكن ندخل في الشهر الثالث في سباق المخابر لإيجاد دواء، وتتوقع الناس من شهر 9 إن شاء الله يكون شهر فاصل ويرتفع البلاء ولا توجد
دواء شافي إن شاء الله وتزول هذه الخوف كذا. إذن يرتنا نحافظ على في هذه المرحلة من هون إلى شهر 9 نحافظ على أقل عدوى على مستوى الوطني. ومن شأن هذه الهدية المساهمة في حماية الوسط الجامعي من تداعيات هذه الجائحة وتأثيراتها السلبية خاصة في مرحلة التعايش مع الفيروس. نشرف إياكم على تقديم 10,000 من الكمامات بغية حماية طاقمنا التربوي وطلابنا الأعزاء الذين هم حملة مشعل العلم وأصحاب رسالته العالية، وهم نخبة مجتمعنا وقادة الفكر والرأي والطب والعمران وغير ذلك في الحاضر والمستقبل. لا يخفى عليكم أيها الجمع الكريم أن العالم بدأ يتحول من مرحلة العزل والحجر الذي فرضته جائحة كورونا المستجد إلى مرحلة التعايش مع هذه الجائحة. هذا التعايش الذي فرضه واقع الناس وحركة نموهم الاقتصادي والاجتماعي، وهي معادلة صعبة تتطلب جهدا وصرامة من الجميع في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية. جمعية نسيم للعمل الثقافي والاجتماعي ستشفع هذه الهدية بأخرى خاصة بمواد النظافة والتعقيم خلال شهر سبتمبر المقبل. أعلنت وزارة الصحة في نقطتها الصحفية اليوم عن عدم تسجيل أي حالة وفاة ولله الحمد وظهور 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا و55 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية. الوبائية في البلد اليوم تتميز بتسجيل 109 حالات جديدة كلها مخالطة، كما تتميز بتسجيل 55 حالة شفاء و صفر وفاة ولله الحمد، وهكذا عدد الإصابات بلغ 4472، من بينها 4241 حالة مخالطة، 133 حالة مجتمعية، 98 مستوردة، وبلغ عدد حالات الشفاء 1677، في حين رحل 129 شخص رحمهم الله. الحالات النشطة اليوم تبلغ 2666 حالة، من بينها 2261 حالة بدون أعراض، 394 لديهم أعراض خفيفة، و11 يحتاجون للرعاية. الفحوصات التي تم إجراؤها في 24 ساعة الأخيرة كانت 803 من الفحوص، من بينها 125 للمتابعة و678 للتشخيص، وهكذا بلغ عدد الفحوص إجمالاً 41,862 منذ بداية الجائحة. وتتوزع فحوصات اليوم على النحو التالي بين الولايات: 6 من الحوض الشرقي، 2 من الحوض الغربي، 6 من العصابة، 12 من قرقل، 20 من البراكنة، 10 من ترارزة، 3 من أدرار، 31 من واذيبو، 19 من تقانت، 25 من قديماقة، 23 من تير الزمور، فحصان من إنشيري، 310 من نواكشوط الغربية، 185 من الشمالية، و149 من الجنوبية. وتتوزع الحالات الجديدة على النحو التالي: حالة في كيهيدي، 2 في مبود، 1 في مقامة، واحدة في علاق، واحدة في وجفت، 3 حالات في نواذيبو، 13 حالة في القصر، 6 في السبخة، 18 في تبرق زينة، 5 في دار النعيم، 10 في تيارت، 13 في توجونين، 20 في عرفات، 9 في الميناء، و6 حالات في الرياض. إلى ولاية غرغل وبالتحديد مقاطعة مبود، حيث تكثف السلطات الإدارية والبلدية جهودها التعبوية والتحسيسية الهادفة إلى الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا في المدينة، ويطلع الشباب بدور كبير في هذه الحملات التحسيسية، كما استفادت المقاطعة من برامج الدعم الموجهة لتخفيف تداعيات الجائحة. جهود التعبئة والتحسيس تتواصل في مدينة مبود للحد من تفشي جائحة كورونا في المقاطعة. حملات لتوعية السكان وتثقيفهم بسبل الوقاية من الفيروس تتضافر فيها جهود السلطات الإدارية والبلدية ومنظمات المجتمع المدني، متخذة أساليب متعددة من فرق راجلة وسيارات تجوب الشوارع ومكبرات للصوت. خلقوا هون حملات تحسيسية
جايه من عند الشباب وجايه من عند هذا المجتمع المدني وبعض مالي لزاسوسياس بعض الجمعيات المحليه يمشوا عدلوا تحسيسهم في قضيه ان تصافح يعود ما هو خالق ويقولوا للناس ان يعود مالي كل مثلا الاشخاص يتباعدوا التباعد الاجتماعي يعود بينهم على الاقل متر ونص بين الشخص والشخص في حالتي لا اطاس رقاش ما يلحق اطاسه قدر المستطاع شخص الاخر لا يعود مصاب ويصيبه. احنا من البدايه هون نقوموا بحملات تحسيس منها هذا مكبرات الصوت اللي شفتوا ومنها كنا نحسوا من بيت الى بيت بخطوره هاي الجائحه وطرق الوقايه منها وبينا للمواطنين بان الوقايه خير من العلاج ولان هذا المرض ما عنده علاج. البلدية كانت حاضرة في هذه العملية من خلال تنظيم الأسواق وتنظيفها ووضع حنفيات لغسل الأيدي وغيرها من إجراءات الوقاية. جمعنا المجلس وقلنا القضية وأدلوا لجان وبدأوا التحسيس من قد القرى البلدية كاملة. جمعنا روابط الشباب هون في البلدية جزاهم الخيرا وكان كل تقريبا يوميا يعدوا تحسيس داخل البدشرة تحسيس من قد السوق تحسيس من قد الجراج تحسيس داخل بواتي من المواطنين مازالوا إلا ما فاتوا حقه هذا كامل مازالت تحسيس ناقص والمواطنين ما فاتوا مجاوبين بالسيفة بار نحن نذكر أن جاوب معلومة وجاوب صحيحة. آلاف الأسر هنا بالمقاطعة استفادت من البرامج الموجهة للتخفيف من الآثار السلبية للإجراءات الاحترازية من كورونا فقد استفاد 5200 أسرة من برنامج التكافل الاجتماعي فيما استفادت 7515 من برنامج التحويلات النقدية على العموم 7515 نبوت كامل بلدية نبوت 607 وقسمناها على ما يرام وبنى العمال على قدم والساق من الصباح إلى عود العاشة في العينة احنا في خدمة المواطن هاي التآزر متابع معاه الغدي والناس جات باستقبال متنظمة أولا استفادت منها وقالت عنها زين عندها يقال في النهاية بدت شوي خربطهم شوي وتآزر ما هي باحل شيء وحنا ما بحنا شيء ما مشيت 90% 99% فوق ما تعلم منش أي مشكلة لا يهم أي مشكلة ومولي متنظمي ما شاء الله وجاءوا قانوني بيهم مولك عندهم وقال عنهم زين جزاهم الله خير عن هذا نعطاهم نقدا هذا نقدا وهذا زين عنهم. ويطالب بعض سكان مدينة بود ممن لم تشملهم عملية التوزيع هذه بزيادة المستفيدين لتشمل عددا أكثر نظرا للظروف المعيشية التي يعانيها السكان هنا. الآن مشاهدينا الكرام نربط الاتصال بموفدنا أحمد معلوم ومحمد من مدينة كيهيدي. أحمد معلوم مساء الخير. أحمد معلومة خلال تواجدك في ولاية غورغول وأثناء إعدادك للتقارير هل حدثنا عن الحالة الصحية العامة لساكنة الولاية وأيضا مدى وعيهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؟ شكرا. نبدأ من المفرح حيث شهدت هذه الولاية مساء اليوم هطل كميات من الأمطار ما زال رياحها الباردة الآن تداعبنا. أما فيما يتعلق بالوضعية الصحية على مستوى الولاية فقد سجلت اليوم 4 حالات من الإصابة بكوفيد، واحدة في مقامة والثانية في كيهيدي واثنتان في مقاطعة أمبود حيث كنا، وهي أول الحالات التي تسجل في مقاطعة أمبود، مع أنها طبعا عرفت حالة وافدة قبل أيام وتم إرجاعها إلى من حيث أتت. ما لاحظناه من خلال تجولنا في هذه المقاطعة أنه رغم جهود التعبئة والتحسيس التي وقفنا عليها والتي تحدثت عنها السلطات الإدارية والبلدية ما زال السكان مقاطعة أمبود لا يكترثون
كثيرا بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وربما تكون حملات التحسيس مطالبة الآن بعد ظهور حالتين في المدينة إلى تكثيف جهودها من أجل خلق وعي صحي أكثر. عموما المقاطعة يعاني سكانها من بعض المشاكل التي في طليعتها الانقطاع المكثر المتكرر للكهرباء، والذي طبعا منذ أيام أو يتحدثون عن أسابيع من هذا الانقطاع المتكرر، وكنا قد أعددنا تقاريرا عن وضع السكان وعن ظروفهم المعيشية والمشاكل التي يعاني منها، ونتيجة لطبعا هذا مشكلة الكهرباء ومشكلة الاتصالات أيضا الضعيفة لم نستطع إرسالها، ربما تجد فرصة أخرى في البث. أشكرك جزيل الشكر أحمد معلوم، موفد الموريتانية إلى مدينة كيهيدي. تعاني مقاطعة غابو بولاية كيديماغا العزلة والنقص الحاد في الخدمات الأساسية، وقد عبر سكان المقاطعة للموريتانية عن مطالبتهم للسلطات بوضع حد لما يصفونه بالمعاناة المتجددة مع كل موسم أمطار. مقاطعة غابو بالجنوب الغربي لولاية كيديماغا على الحدود مع الجارتين السنغال ومالي، حدود طويلة عبر النهر ومساحة شاسعة، سهول وأودية وكثافة سكانية تقدر بنحو 92 ألف نسمة. موقع استراتيجي ومؤهلات تجعل من غابو قطبا تنمويا واعدا، لكن مشاكل عديدة تعيق التنمية هنا وتؤرق السكان. ورغم استبشار سكان المقاطعة بإدراج طريقهم ضمن الطرق المبرمج إنشاؤها، فإنهم يطالبون بالإسراع في تنفيذها وبناء جسور في نقاط العبور الرئيسة بين قرى المقاطعة وبلدياتها. نختار على أن يعاون في قضية التأطري، هذه الوسيلة الرابط بين غابو المقاطعة والولاية، هذا قطع أنه ما يخص الموسم اللي قال الموسم الخريف أصبح إحنا محجوزين تماما عن الولاية، وذلك نختار في تخلق فيه مبادرة به اللي ما نعود محجوزين عن دول سنتين اللي كنا بعد إحنا نستفاد منهم وقسم شعب وعدل فيهم مشاكله، نصبح هم اللي محتجزين عن الولاية، ذلك لا يتعد رواية كبيرة بسم الله وتضرر كبير ما يخص ساكنة، ونختار السيد الرئيس الله خير اللي يقبضنا فيها مبادرة. وما يخص الكهرباء، هم اللي نحن عندنا مشكلة كبيرة في الكهرباء، إحنا الكهرباء قطعا ما هو عندنا به اللي قطع عنها عدنا مقاطعة، وهذا إنجاز يشكر ويذكر. لفصل الخريف في هذه المقاطعة نكهته الخاصة، حيث الزراعة والتنمية الحيوانية هما أهم الأنشطة الاقتصادية التي يعتمد عليها أغلب السكان، ومع ما حظوا به من دعم من لدن الحكومة فإنهم ما زالوا يطلعون للمزيد. تعاصر شات سمعت على ما يرى مقسمة ذاك اللي ونطلب منها كامل الإجراءات ما شاء الله، سمعت ما اسم تكافل جاتنا أول من أمس ما شاء الله بأحسن ما يرام تبارك الله، الدولة ما بخلتنا الشيء ذا الإنجاز اللي هو يقر طالبين المزيد. مطالب يتمنى سكان غابو تحقيقها في القريب العاجل لوضع حد لسنين من العزلة والنسيان كما يصفونها. ولمعرفة الأوضاع العامة لساكنة ولاية غورغور نستضيف لكم في هذه النشرة سيد محمد محمود والمحمد المختار الوالي المساعد لولاية غورغور. مرحبا بكم سيد الوالي. أهلا وسهلا سيد الوالي. بداية، ما هي الأوضاع الصحية العامة لساكنة غورغور، وما مدى وعيهم أيضا بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي تفشي وباء كورونا؟ الحالة الصحية ولاية غورغور الحمد لله جيدة أو قريبة من ذلك. عندنا من بداية ظهور الحالات 44 حالة موجبة، من بينها 25 شفاء وحالة وفاة واحدة، واثنين عندنا في تحت الرعاية في المستشفى، وحوالي 24 ولا 25 في الحجر المنزلي وصحته، ولا عندهم ظهور أعراض كبيرة وهما يتابعوا العلاج. طيب سيد الوالي، ما مدى استفادة سكان الولاية من برامج الدعم الموجهة لتخفيف تداعيات جائحة كورونا؟ في الولاية يوجد ما شاء الله كثير من الدعم، بينها توزيع مبالغ مالية ذات
من طرف هيئة تآزر، وكذلك توزيع كميات من الأسماك مجانيا واللي مستوى معتبر، بالإضافة إلى نعم أسمعك سيد الوالي، لازلت معنا؟ إذا نعتذر ونشكر جزيل الشكر سيد محمد محمود بن محمد المختار الوالي المساعد لولاية غرغل. مكونات غذائية تقليدية مرتبطة بالبيئة الموريتانية يوفرها مشروع حتات وزميلاتها لسكان مدينة سيليبادي، معتمدات في ذلك على طاقتهن وجهودهن الذاتية، وقد وفرنا لأنفسهن وعائلاتهن من هذا المشروع دخلا يعينهن على اقتناء حاجياتهن. حتات من تلحر واحدة من النسوة الفاعلات بولاية قدماغا، مع مجموعة من نسوة حي دار السلام أحد أحياء مدينة سيليبابي، أسست حتات منذ 2001 مشروعا لتحضير وتهيئة المواد الغذائية التقليدية ذات الارتباط الوثيق بالثقافة الموريتانية. مشروع يبدأ من سنة 2001. الحمد لله من عدناه وقطعنا ومشينا من التواغط والشر، وإن في نفس الشر اللي عدناه فيه الحمد لله وشاكرين، وإحنا مملي مجموعة من الآليات الحمد لله، ونشتغلوا هذه المهنة اللي رايح اللي طرأ لك فيها البري، ونشتغلوا الصناعة التقليدية كاملة واللي عايشين فيها الحمد لله، عايشين تركتنا ونقرهم منها ونلبسهم منها، بين احنا شمل الآليات الضعفاء والحمد لله يبغون هاي المهنة عايشين فيها فياكنا نعيشون عايشوا تركتنا ونقرهم منها. بإرادة هؤلاء النسوة المعيلات استطاع المشروع مع محدودية الإمكانيات أن يوفر لسوق مدينة سيليبابي مختلف هذه المكونات الغذائية التقليدية. أكبر تعاون يتوزع لك هون، احنا حتى هون القدماء عرفوا اللي نحن ما هون واحدة أدلت ما أول، وحنا هم اللي عرفناهم إليه والله الحمد لله شاكرين، بذل البري وبذل العلك والكارو والتوق والنبق كاملة مهنتنا. في الجانب الآخر للمشروع تعمل النسوة برئاسة حتات من تلحر على استمرار زراعة بعض هذه المكونات، لكن ضعف الآليات المتاحة للسقاية قد يقف في وجه هذه الإرادة. في الخريف نقوم واجينا نجي المطار نشتغل شغلة الحيرة الزراعة، وننفو ساعة المطار نقسم الخضروات، ننتفو ساعة الخضروات نتباركم هذا لأرضنا قاع عن زراعة الخضروات فيش تلا الإمكانيات، الماء هو اللي خاصنا، الماء شو جاهرين بير والبير ما هاتوري يعني نفوتين ودعد عندنا الماء دور، شوفوا مهنتنا حتى مشاكل رئيسنا غزواني وشاكل السلطات الحكومة كاملة الإدارة اللي هون اللي في سيليبابي والجهوية ووالينا وأمدتنا وحاكمنا شاكرينكم حتى لذا، وهذا قد قصدنا بين دوركم تشوفوا مهنتنا، لأن هاي المهنة هي مهنتنا اللي احنا عايشين فيها. بهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام هذه النشرة، تذكير بأبرز ما تبعتم فيها من أنباء. المشاركون في قمة واكشوط يعربون في بيانهم الختامي عن ارتياحهم للانطلاقة الرسمية لقيام تحالف من أجل ساحل، ويدعون لتقديم الدعم لهذا التحالف. رئيس الجمهورية يجدد في المؤتمر الصحفي المشترك مع ناظري الفرنسي ورئيس الحكومة الإسبانية الدعوة للإلغاء النهائي لمديونية دول الخمس بالساحل. وزارة الصحة تعلن عدم تسجيل أي حالة وفاة وشفاء 55 مصابا وتسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا. اشكروا معي الزميل سلمى الحويد الذي شاركنا في لغة الإشارة طيلة هذه النشرة، كما نشكركم مشاهدينا الكرام وندعوكم لأن تتواصلوا معنا أكثر عبر موقعنا على الإنترنت وعبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فمن الله.